لا تحقر من المعروف شيء، افعل المعروف كله، اي معروف تعرفه افعله، اي معروف تعرفه افعله. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس، امطها، يمكن وجدت واحد يريد ان توصله اوصله، يمكن وجدت انسان مكروب فرج عنه وجدت إنسان يحتاج منك أن تبتسم في وجهه، ابتسم. وجدت إنسان تستطيع أن تشفع له، اشفع. ركعتين في الضحى لا تحسب أنها هينة. زبيدة زوجة هارون الرشيد، أختم بهذه القصة، صنعت مشروع عظيم جدا. أسقت الحجيج في ميناء ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيدة، معروفة في التاريخ عين زبيدة. ماتت زبيدة رحمها الله، وما زالت موجودة، أنا لا أعرفها بس ما زالت موجودة، نعم ما يقولهم الإخوان، نعم. المهم، رؤيت زبيدة رحمه الله في المنام، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. فقيل لها: بالعين التي عملتيها؟ قالت: لا والله، العين وما العين، إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاة رؤية في المنام وهو داعية ومعروف، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فضحك، قال: فوق. هكذا قيل: بدعوتك؟ قال: دعوتي إنما بريالات تصدقت بها. سبحان الله، ما تعرف يا أخي. لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل المعروف، كل وقت تعرف فيه معروف يعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن، ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور، شكور ولا ما هو شكور. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة، أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.